صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مكملين مع حضراتكم قيام الليل كل يوم في صورة مجلس العلم، مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر كل يوم بقرأ حاجة وبحب إن أنا أشارك حضراتكم في اللي أنا قرأته. فكر حضراتكم بنية قيام الليل وبنية حضور مجلس العلم، وربنا يتقبل مننا. أنا تعودت خلاص على لقاء حضراتكم، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أستمر معاكم كمان بعد رمضان. كنت بقرأ من امبارح في كتاب جون جراي الجديد. خليني اقول لك بس الاول مين جون جراي. جون جراي طبيب نفسي امريكي، عمل كتاب مشهور جدا سنة 92 اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. بيتكلم، كان موضوع الكتاب ده، هو اشهر كتاب تقريبا في العصر الحديث، بيتكلم على معاملة الراجل للست وفهم الست لطبع الراجل وتصور الراجل لنفسية الست، بحيث ان احنا لما الرجالة والستات يتعاملوا مع بعض، لما اجي اشكرك انت كست اشكرك بالطريقه اللي الستات تحبها مش اللي الرجاله تحبها، لما اجي اعبر عن حبي لمراتي اعبر بالطريقه اللي الستات تفهمها مش اللي الرجاله تفهمها، فما عاملكيش كاني بعامل نفسي كراجل، يعني انا كراجل احب الناس تهتم بيا بطريقه معينه، الست مختلفه. فقعد في صوره تشريحيه نفسيه جميله جون جراي يشرح للرجاله الستات ليه بتتكلم مثلا بعاطفة معينة وليه الرجالة بتسكت كتير عشان الستات تفهم. جميل جدا. سنة 92، 92 يعني كام؟ 26 سنة. 26 سنة اللي فاتوا دول قضاهم في آلاف الاستشارات ومئات البيوت اللي دخلها، وطبعا نزل كتب كتيرة جون جراي. وبعدين بعد سنة 2018، بعد 26 سنة، نزل ما بعد المريخ والزهرة. الكتاب ده لسه أنا شاريه السنة دي من معرض الكتاب، مهارات تحسين العلاقات لعالمنا المعاصر المعقد. شوف تفصيلة العنوان. الكتاب ده 13 فصل، أنا في الفصل ال 13 دلوقتي. الفصل ال 13 ده عامل لفتة في منتهى الرقة والرحمة، بس صعبة جدا، وأنا متصور إن هو أخرها لآخر الكتاب علشان هي مش سهلة. واللفتة دي أنا هقولها لك دلوقتي، بس أنا وأنا بقرأها كلها مودة ورحمة، مش سهلة بس هي من العشرة بالمعروف. ربنا في القرآن بيقول وعاشروهن بالمعروف، وقال إمساك بمعروف، وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإحنا كاتنين متجوزين ما عندناش اختيار لأسلوب معاملة تانية إلا المودة أو الرحمة اللي هي اسمها العشرة بالمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن إمساك باضطهاد أو إمساك بافتراء أو إمساك بقسوة، ده ربنا ما يحبوش أبدا. فهو في آخر الكتاب بيتكلم على لفتة رحيمة جدا، بيقول إن من ضمن الأشياء اللي بتخلي علاقة الراجل بالست مشدودة جدا جدا كثرة الشكوى. وهو بيقول، أنا هقول لكم وجهة نظر وعندي تعليق بسيط يعني، هو بيقول ان احنا مع الغرب لما بنيجي نشتكي من احداث الحياه بنراعي شيء اسمه الذوق، ان انا ما اشتكيش بانفعال شديد قوي وطريقه فيها هم وغم وكان اللي قدامي برميله مصيبتي كده، انما بحاول ان انا اطرح شكوتي في صوره ما تهزش صورتي قدام اللي قدامي او تنفره مني، عشان ما بقاش شكاي شكاي فيبدا الناس يتجنبوني لان الناس فيها اللي مكفيها. فبيقول جون جراي ان البارتنر بقى اللي هو شريك الحياه، الزوجه او الزوجه، اولى الناس اثناء الفضفضه بالتجمل. انا قلت لك في بدايه كلامي دي وصيته في اخر الكتاب، وكانه بيجهزك في طول ال 362 صفحه دي لاخر الكتاب اللي هو الفصل ال 13. بيقول للست وبيقول للراجل لما تيجوا تشتكوا لبعض، الراجل مثلا بقاله 10 ساعات بيشتغل بره، وفي العشر ساعات دي اما الست بتشتغل بره او في البيت بتربي العيال، فهو راجع شايل هموم كتيره قوي ومرهق جدا علشان يجيب لقمه العيش، راجع لقيها هي كمان شايله هموم جدا وتحديات اما في شغلها او في شغلها والعيال او في عيالها مثلا، فالاتنين معبئين.
فهو جاي، هي بتقول له انت بقالك فترة كبيرة بره البيت، لو سمحت بقى اسمعني شوية. وهو جاي يقول لها لو سمحتي انا بقالي فترة كبيرة بره البيت، ارجوك وفري لي جو كويس. الاتنين محتاجين ياخدوا بالهم ان الاتنين واصلين لدرجة، فبيقول لهم زي ما بتعملوا مع الغرب، لما حد يجي مثلا عنده مشكلة عايز يحكيها، احكيها بتجمل، احكيها من غير نقد للي قدامك، احكيها من غير بث سلبية، انما احكيها بطريقة الراصد، ان انا عندي مشكلة معينة في الحياة وعايز اخد رأيك فيها. عندي مثلا مديري مضايقني، او هي تقول لك العيال تعبني في كذا، ايه رأيك نعمل ايه؟ وكان بيقول ان من ضمن الحاجات اللي تاخد بالك فيها وانت بتشتكي لشريك الحياة، اولا خد بالك هو ممتلئ ومن حقه عليك انك تشكيله، بس في نفس الوقت تاخد بالك برضه انه عنده اللي مكفيه، وانك انت ما تلوموش على تحدياتك اللي بره، او الست تلوم الراجل على تحدياتها اللي جوه. فكان بيقول مثلا الست ما تقولش للراجل انا عندي مشاكل مع العيال وانت طول اليوم بره، كانه طول اليوم بره مثلا بيعمل حاجه غلط، وهو طول اليوم بره يعني بيسعى ويعني مش شايف قدامه من التعب. فبيقول لها وانت بتشتكي من العيال ما تلوميهوش انه بره، لانه اصلا بره عشانكم. وبيقول الراجل مثلا لما تيجي تشتكي مثلا من تعب الدنيا وانت اصلا كمان مش فاضيالي عشان العيال، ما هي بتربي العيال عشان تعرف انت تشتغل. واحنا بنعمل كده مع بعض كغرب، احنا اصلا وانا بشتكي لحد من اصحابي من همومي بحاول انا ابقى لطيف، عشان بعد ما شكوتي تخلص ما احسش ان انا عبء عليه، انما احس ان انا شاركته وهو قال لي وجهة نظره في الحل، وقمنا والقعدة هاي. دايما كان الناس اللي بيعلمونا مهارات الحياة يقول لك ابدأ القعدة عالية وانهيها عالية. يعني ابدأ القعدة انك انت مبسوط انك انت شفت مثلا صاحبك ده، مبسوط ان احنا خارجين مع بعض النهاردة، وانهيها بانطباع جميل ان احنا انبسطنا النهاردة وكان يوم لطيف وكتر خيركم يا جماعة. فابدأ عالي وانهي عالي، سيب انطباع جيد. واعتقد استاذ احمد الاعور عامل فيديو لطيف جدا في السلسلة اللي عاملها، راحت بال في دقيقة السنة دي على صفحته، عامل حاجة جميلة جدا في الموضوع ده اسمها اترك انطباع تقريبا. فقال لك اولى الناس بترك الانطباعات دي في وسط هموم الحياة هي الزوج والزوجة مع بعض. خلاصة المسألة، هو جون جراي في الموضوع ده بيقول علاقات بدون شكوى. صعب يا جون جراي العلاقات بدون شكوى، مع احترامنا طبعا لقيمة وقامة هذا العالم الجليل، بس هو على فكرة ما يقصدش علاقات بدون شكوى، عايز يقول علاقات بدون شكوى مليئة بالهم والغم والسلبية. عايز يقول لك اشتكي بس وانت عامل حسابك ان شريكك ممتلئ هو كمان، اشتكي وانهي الشكوى بأمل، بحيث انك انت شريكك يشعر معاك بالأمان، ويشعر معاك انك مهما كان عندك تحديات لكنك برضو حريص انك انت ما تشيلوش كل حاجة، لأنه كده كده شايل. يا رب أكون عبرت كويس عن الموضوع، أنا فهمته كويس، أتمنى أكون فهمت وعبرت. تعال ناخد بالنا من بعض ونرحم بعض، بالذات لما يكون الحياة فيها تحديات كبيرة وإحنا بنشتكي لبعض، تعالوا نشتكي بجمال علشان نقدر نكمل في رحلة الحياة. تعالوا مع بعض سريعا كده أجاوب على كام سؤال. أغلب الأسئلة اللي جاية لي بقالي 3 4 أيام في حلقة الغيبة والنميمة وحلقة الناس اللي بتزعلنا وتسيبنا في وسط الحياة. عندي أسئلة كتير عن الغيبة النهاردة. هل الغيبة هي النميمة وأيهم أسوأ؟ ويعني إيه الفتنة أشد من القتل؟ طيب، الغيبة هي إن أنا أتكلم على حد في ظهره كلام سلبي بغرض انتقاصه أو بغرض الإعلاء من نفسي إن أنا بفهم أكتر منه فبنتقصه عشان أنا أطلع لفوق. النميمة هو الشخص اللي ينقله الكلام ده، يبقى الغيبة كلامي على حد في ظهره سلبي، النميمة إن حد يبقى قاعد يروح يقول له فلان بيقول عليك، فالنميمة نقل الكلام السلبي بين المجالس بغرض الوقيعة وهي من أكبر الكبائر، والغيبة ذكر الناس بطريقة سلبية بغرض الانتقاص منه. الفتنة أشد من القتل. اسمحوا لي اشرح الموضوع ده بكره، ده مرتبط ب ان الانسان يعيش موحد، يعني ليها تفصيله كده في سوره البقره، هتاخد وقت شويه بس اسمحكم، مش اللي هي الفتنه بتاعت ان واحد عمل غلطه افتن عليه، لا مش دي حاجه تانية. طيب، لو حد بيحكي لي مشكله زي مشكلته مع مراته، او حاسس انه مظلوم، او مظلوم من زميله مثلا في الشغل، او مشاكله مع مديره، وانا بسمع الكلام ده، هل دي غيبه؟ لما حد يحكي لك مشاكل مع حد سلبية قوي، انقله من تناول الشخص لتناول الموضوع، انقله من الشتيمة في الشخص وتناول الشخص والانتقاص منه، مديري ده قليل الأدب، ده إنسان قاسي، ده ابني مش عارف ايه، ومراتي دي مش عارف ايه، ولا جوزي،
انقله من الموضوع، اسف، من الشخص للموضوع. طب تعال نناقش، ممكن يكون بيقصوا عليك ليه؟ ايه التقصير اللي عندك؟ طب ممكن نحل المشكله دي ازاي؟ فانت نقلته من الشخص للموضوع، كده بقى الموضوع فيه كفاءه، يعني فيه نفع، عكس ما نقعد يعني ايه ناكل في لحم الناس وفي الاخر ما نطلعش الا واحنا متضايقين. فدي حل الشخص اللي حد بيشتكي له، خده من الشخص للموضوع، ربنا ياخد بايدينا. انقطع الرزق تماما وابتليت بالدين والهم والكرب، وضاق البيت بأهله وأصبح الهم والغم هو حال البيت فجأة بدون مقدمات، وقطع العمل فجأة، ليه كل ده؟ مبدئيا عايزين نلغي كده خالص ان ده انتقام من ربنا. الغي بقى فكرة ان انا اللي فيه ده ربنا بينتقم مني. لازم هذه التربية الدينية الخاطئة تتشال يا جماعة. ربنا واسع المغفرة، واسع العطاء، ورحمتي وسعت كل شيء. ممكن انسان يكون عنده اخطاء في حياته معينه وتاب عنها، وبعدين يحصل له اشكاليه بعد كده، واحد يقوله على فكره ده عشان مشكلتك بتاعت زمان، ما انا تبت منها. طب واحد ما تابش حد حتى من غلطه معينه بيعملها، من الذي جعل عندي يقين ان المشكله دي بسبب الغلطه دي؟ طب خلاص انا لو عن المشكله دي بسبب الغلطه دي تبت الى الله من الغلطه دي، سواء كنت بظلم حد او برتكب كبيره. طب المشكله مستمره، هنا بقى انسى ان ده انتقام، وركز في حكمة الله من البلاء، لأن في حكمة من العطاء وحكمة من البلاء. هذه الحكم الإنسان لما يحاول يتأمل ويفهم ممكن يفهمها أثناء البلاء، وممكن ما يفهمهاش وبعدين بعد سنين يفهم هو ليه البلاء ده خلاه يغير مساره في الحياة ويروح فين. لكن أهم حاجة عشان ما يتقالش البلاء ما يبقاش تقيل على كتافك، انسى إن هو انتقام من ربنا، لأن ربنا واسع الرحمة والمغفرة وإحنا أضعف وأقل من إن الله ينتقم مننا. ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. هنعمل ايه؟ هنكثر من الصلاة على النبي. سيدنا أبي بن كعب قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: أنا هخلي كل ذكري صلاة عليك. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وعن تجربة وعن وصية من علمائنا وعن وصية من سيدنا النبي: كثرة الصلاة على النبي تفرج الهموم وتزيد في الرزق وتفرج الكروب. وجربوا يا جماعة، جربوا كده، يبقى عندك من 500 ل 1000 صلاة على النبي في اليوم، واصبر شوية واشتغل اشتغل، خد بأسباب دفع الهم مع كثرة الذكر، قلبك هيسكن وتنزل البركات مع أخذك بأسباب دفع الهم. اللي ما بيشتغلش يشتغل، اللي ما مقصر في حاجة يحاول ان هو يعالج تقصيره، ولكن الصلاة على النبي فيها سر. ليه؟ لأن ربنا بيقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فربنا لما بيصلي عليك يخرجك من ظلمات المشاكل والمعاصي إلى أنوار الحلول والحياة السهلة وأنوار الطاعة. متى يصلي الله علي؟ إذا صليت على رسول الله، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فأكثر من الصلاة على رسول الله تخرج من الظلمات إلى النور. عشان أسيبكم تروحوا تتسحروا. الله، لما بغتاب غصب عني بدون قصد. ليه؟ لأن أمي بتتكلم قدامي على ناس كتير وما بعرفش أقول لها حرام لحسن تزعل. وبعدين ساعات ببقى قاعدة ساكتة ومش عايز مش عايز أشارك، لأن هي بتغتاب قدامي. وأقعد أقول: اللهم اغفر لي ولكل إنسان اغتبناه، هل علي إثم؟ لو نصيحتي لأبويا ولا لأمي غضبتهم مش هنصح. طب هعمل إيه؟ همشي على التدرج بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. مش هقدر. فإن لم يستطع فبلسانه، هيزعل مني. فإن لم يستطع فبقلبه. تسكتي، تسكتي لما أمك تغتاب قدامك، أو تحاولي تغيري الموضوع، تدخلي هزارة معينة تغير الموضوع، تفتحي موضوع أهم من كده. ولو والدتك عمالة تجيب الموضوع ده تسكتي، والوالدة هتفهم الكريمة، تفهم لوحدها، وانت ساكتة مش بتزودي الكلام وتقولي لها: ياه فعلا عملت كده، يا نهار ابيض، هو لسه الناس اخلاقهم كده، فهي تقعد تتكلم اكتر. لا، هنسكت ونبتسم، فالكلام يبقى رايح ما يرجعش، فلما يروح الكلام يسقط يموت لوحده كده. لكن الاشكاليه اللي بتزود مجلس الغيبه انه الكلام عامل زي البينج بونج، هو يقول اقول له يا نهار ابيض فيقول لي كمان. فاحنا بنسكت لوصيه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: فان لم يستطع فبقلبه، يعني اصمت وانا مش مبسوط يا رب من اللي بيحصل، لكني مش عايز اخلي امي تغضب عليا لو نصحتها، فهسكت، وذلك اضعف الايمان.
يبقى النهارده كنت بكلم حضراتكم عن السيد جون جراي، طبيب النفس الامريكي، في كتابه ما بعد المريخ والزهره، الكتاب الاخير اللي نزل 2018. وبقول لحضراتكم لما نيجي نشتكي لبعض في حياه فيها تحديات نشتكي برحمه، وده من باب العشره بالمعروف، عشان نكون سند وعون لبعض مش نزود هموم بعض. وحابب ان نختم ان احنا لو حد اشتكى لي زي مراتي بتشتكي لي ولا جوزها بيشتكي لها، تعالوا نستحمل بعض، ملناش غير بعض، وربنا ياخد بإيدينا ويثبتنا. أشوفكم إن شاء الله بكرة على خير مع خاطرة فجر جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا النبي. هو مش عايز يداس. بسم الله.